السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حنبدأ في شابتر 3 ميكانيكال البروبابيليتيز اوف ماتيريالز، اللي هو خصائص المادة. يعني هذا الشابتر لطيف، حقول لكم شو اللي بيلهمكم مظبوط، يعني في هذا الشابتر شو اللي بيلزمكم منه بإذن الله تعالى. وطبعا بس نخلصه حنحل زي ما حكينا ميكس أفكار على كل شيء أخذناه، وحنحل امتحان، حنحل أسئلة امتحان. ضاينا شابتر 6، وأوردي شابتر 6 هو نفسه شابتر 7 اللي انشرح، يعني بس انه هو سكشن منه. فخلينا نشوف الامور، خلينا هلا بالشابتر تبعنا اللي هو نبدا فيه بسم الله. طيب في البدايه انا بهمني اذكرك في بعض المواضيع، ماشي؟ طبعا هنا مقدمه بسيطه عن تيست، يعني حناخده في اللاب الماتيريال، اللي هي في الماتيريال لاب الماتيريال، تمام. بس انا بهمني اذكرك انه الاسترس شو اخذناه، والبي اوفر اي امورنا طيبه، تمام. والسترين اللي هو التغير او الالونجيشن على ال نوت. تحكي لي شو الالونجيشن؟ انا ما اخذت معك الالونجيشن، بحكي لك تعال، حكيت لك احفظ لي هذا المصطلح كويس. السترين ايش حكينا؟ اللي هو ال الجديده اللي هي ال 1 سميناها ماينس ال نود على ال نود، مظبوط؟ تمام. هسه انت بدي افهمك شغله، هاي ايش عباره عن ايش؟ اللي هو النهائي ماينس الابتدائي، عباره عن ايش؟ عباره عن دلتا، صح ولا لا؟ عباره عن التغير. اها، فانا بدي اعطيها مسمى جديد نصير، هي نفس المبدا، بدك تسميها هيك تسميها هيك براحتك. السترين يساوي الالونجيشن على النوت، الالونجيشن اللي هو التمدد او اللي صار التخصر. هسه حنشوف كيف هو بالضبط بالمنحنى وافهمكم كيف. للناس بدهاش تكتبه هيك، براحتك تقدر تكتبه انت. السترين تساوي التغير اللي هو الدلتا على النوت، بس مجرد ما حكى لك الالونجيشن بدك تفهم انه بيحكي هو عن ايش؟ عن هاي اللي هي نفسها هاي، تمام لهون؟ تمام. خليني أشرح لك هذا المنحنى طريقتي نفس ما أنا ملخص لك إياه. هاي من البداية سؤال امتحان، بقول لك من البداية، وهسا حفرجكم كيف أجا بسيط أفهمك، بدي أفهمك هسا شو بيصير في المادة، شو هي اللي راح يصير عندنا في المادة حبة حبة. خليني نيجي وأفهمك شو اللي راح يصير عندي، تمام؟ بسم الله. هسا في البداية، في البداية احنا مثلا لنفرض انه بدنا نفحص يعني نوعيه من المواد. هسه في عندنا نوعين من المواد، هسه راح نحكي عليهم برضه. نوعين من المواد اللي هو الدكتايل ماتيريال والبرايت ماتيريال. الدكتايل اللي هي المواد المرنه، المواد المرنه مثل الالومنيوم، مثل الحديد، خلينا نحكي مثل الزنبرك، تخيل لي الزنبرك. الستايل اللي هي المواد اللي بتنهار بسرعه، اللي بتنكسر بسرعه، خلينا نحكي المواد الهشه، اللي هي المواد الهشه، وهنا المواد المرنه، ماشي؟ مثل الجزاز طبعا. هون هذا حيجي، بس انا افهمك انه الماده نوعين عندنا في اللي بيلزمنا هسه، تمام. نقول بسم الله وافهمك شو المنحنى، هذا شو اللي بيلزمك منه، شو اللي بيصير في هذا المنحنى، تفاصيل هذا المنحنى ان شاء الله كلياتها حنحكي. هنحكي بسم الله. بهمني انا تعرف هون على المسميات، تركز كل نقطه شو تعني، وحنحل عليها امثله بالارقام كمان شوي. تفهم لي كل نقطه شو بتعني، تمام؟ وبدي تفهم لي المسميات، مظبوط؟ تمام بسم الله. هسا احنا نبدا، بدي افهمك اول شيء، في عندنا منطقتين، في عندنا منطقه اسمها الالاستيك، وفي عندنا منطقه اسمها البلاستيك، تمام. وفي عندنا علاقه بين السترين على محور الاكس اكسس والستريس على الواي اكسس. طبعا عادي جدا يعكس لك اياهم، بتصير المقلوب العلاقه اللي راح احكي لك اياها، هسا راح احكي لك اياها، تمام. او خلينا نستبق الاحداث، طبعا هي واضحه انه علاقه طرديه، معناته الالاستيك تساوي الالاستيك موديلستي. هسه حنحكي شنو هي اللي هي، اللهم صل محمد، اللي هي راح تكون عندنا ايش كالتالي، اللي هي الستريس، تمام. هي علاقه ايش يعني، واضحه في البدايه تبلش. هسه راح اوضح لك اياها، بس احنا حكينا خلينا ايش نستبق الاحداث، اللي هي الستريس اوفر السترين، من الرسمه واضحه عندك، خلي لي اياها ببالك، حنرجع لها. هاي العلاقه اللي طلعناها من المنحنى. هنا افهمك شو يعني الاستيك، شو بيصير لنا في هون المنحنى. هسا نفرض احنا الماده بلشت عندنا من هون، وحفهمك شو يعني الاستيك وبلاستيك كل شيء. هون لسه الماده، يعني تخيل، خلينا ناخذ كمثالنا الزنبرك، ماشي؟ ناخذ كمثالنا الزنبرك، عندي النقطه او، تمام. النقطه او والله يعني هذا الخط اللينير اللي هو المسافه هاي، ماشي؟ خلينا نسميها هاي ايش؟ كلها بدنا نسميها اللي هي لينير، هو لينير واضح انه ايش؟ لينير. ليميت لينير إلاستيك. طيب تعرضت لحمل، تعرضت لحمل، تمام، تعرضت لحمل. هذا الحمل اللي تعرضت له اللي هو اللود، ماشي؟ تعرضت لحمل، ماشي؟ تعرضت لحمل. هذا الحمل زي ما احنا حكينا في شابتر 2، في عندنا حمل التيميت، وفي عندنا اللي هو اللو، في عندنا حمل يعني بتحمله الجسم اكثر من هيك راح يفرط، راح ينهار، صح؟ حكينا زي هيك. هسه لحد هون ماشي، والله الجسم الحمل اللود اللي تطبق عليه والله متحمله،
وصل هون، وصل هون، بس وصل هون، بس وصل هون، شوف صار بيصير في عندك تغير في هذه المادة. ماشي ستريت، يعني خلص، يعني بلش يخش حد انه خلص اخر ستريت، يعني اخر لود بتحمله، طلع 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 وصل هون. هاي معناها، طبعا هسه رح افهمك كل شيء بالتفصيل ممل اكثر، وحقول لك المفاهيم شو معناها بالتفصيل. هاي النقطة بالذات بدي اياك تركز لي عليها، هاي النقطة اللي هو الستريس التيميت، اللي هي الستريس يو، اللي هي الالتيميت، اللي هو الحد الاقصى اللي بتحمله، الحد الاقصى اللي بتحمله اللود. بعد هيك ما راح يتحمل. لنفرض احنا عندنا مثلا حديد، الحديد اللي نفرض انه بيتحمل على سبيل المثال صهر مثلا لنصهره، لنفرض انه بيتحمل مثلا 200 على سبيل المثال، ماشي 200 هون اللي هي الماكس، هون اللي بتحمله المسموح فيها 201، خلص راح يصير في تخثر، وراح ايش يصير عندك، ايش اللي هو الماده تفرط. هاي كبدايه، خليني افهمك هسه حبه حبه، نمشي من هون لنوصل هون. كل إشي شو بيعني، كل إشي شو بيعني، تمام. نبلش، انا حاكي لك انه النقطه ايه، الليميت اوف لينير الاستيك، اللي هي اللي شو يعني هذا الكلام، اللي هو الحد اللي المنطقة فيه راح تكون لينير. شو يعني لينير؟ يعني المنطقة فيه، تخيل الزنبرك، انت لو مسكت لي زنبرك تفتحه لحد معين برجع بسكر لحاله لو سبته، صح؟ هاي المنطقة اللي بحكي لك عليها. يعني انت الليميت اوف لينير هي المنطقة اللي الجسم بضله إلاستيك، الجسم بضله إلاستيك يعني بضله مرن. بلاش نفهم شو يعني إلاستيك، بلاش نفهم شو يعني المنطقة الصفراء، المنطقة الصفراء اللي هي الإلاستيك حكيت لك، يعني إلاستيك يعني مرنة، يعني المادة بتضلها مرنة، يعني بتضلها ترجع لوضعها الطبيعي. تعال أفرجيك تعريف الإلاستيك، يعني كاتب لك إياه هون، اللي هو ability of the material to return، طبعا معلش خطي بس حاول أكتب معاي، ability اللي هو قدرة الماتيريال to return to its the original dimension when the external load is removed. شو يعني هذا الحكي؟ الإلاستيك هي قدرة المادة to return، للرجوع to is the original، الرجوع للوضع الطبيعي، dimension للقياسات الطبيعية، when عند تعرضها ماشي ل external load اللي هو load خارجي is removed، بترجع. لنفرض أنا عندي هذا الزنبرك، أجا واحد يعني مسكه من هون وشده، عادي دائما كنا نمسك زنبرك ونشده لورا، صح؟ خلاص نشده نوصل لحد معين، صح؟ بعدين نسيبه يرجع بسرعة، هذا هو الإلاستيك، مادة مرنة. طب لو أجا واحد هيك شوي خربنجي بحب الخراب، شده كثير، شده عن الحد الأقصى، رح يخرب، ما رح يرجع. هاي المادة اللي بنسميها بلاستيك. تعال أفرجيك يعني بلاستيك. البلاستيك does not return original dimension، يعني البلاستيك هي ناتجة عن، تيجي بعد البلاستيك. البلاستيك حكينا أنا بضلني ألعب في الزنبرك، خلي بالك مثال الزنبرك، بضلني ألعب في الزنبرك أشده يرجع لحاله، أشده يرجع لحاله، هذه الإلاستيك. طب شو البلاستيك؟ البلاستيك أنا شديته أكثر من الحد اللازم، طبقت عليه لود عالي أكثر من اللي بتحمله، does not return، ما رح يرجع للوضع الطبيعي بسهولة، أو ما رح يرجع للوضع الطبيعي إلا إذا إنسان رجعه. يعني خلاص أنا هسه مثلا كسرت خشبة، لنفرض كسرت خشبة، ترجع لحالها إلاستيك، ترجع لحالها بارتداد لحالها، لا، إلا إذا جبت أنا غرة مثلا، غرة ولزقتها بتدخل إنسان. الإلاستيك لما أشده رح يرجع لحاله، طب إذا طبقت عليه لود زيادة رح ننتقل لمرحلة البلاستيك، ما رح يرجع لحاله إلا إذا الإنسان رجعه. إن شاء الله أنها تكون وضحت. وهذه المنطقة اللي بحكي لك عليها، الإلاستيك هي هاي المنطقة، إنه اللود، إنه الجسم أو الماتيريال لسه ما تعرضت لماكس لود، لسه ما تعرضت للماكس لود، ترجع لحالها، بتشدها ترجع لحالها، بتشدها بترجع لحالها. البلاستيك دخلنا مرحلة الانهيار والتخثر، إنه خلص المادة بلشت تنهار وبلشت تتعب نفسيتها، تمام. فهمنا شو يعني الليميت لينير، اللي هي الحد اللي انا بضلني اشد فيه الماده وترجع لحالها الاستيك مرنه. خليك متخيل لي ايش مثال الزنبرك. النقطه بي، شو هي النقطه بي؟ النقطه بي اللي هي الالتيميت ستريس، اللي هو الاقصى المسموح فيه، اللود اللي اطبقه عليه. امسك لي الزنبرك مره تانية، الزنبرك بيتحمل 100، جيت شديته ب 99 راح يرجع بسرعه، معناته انا لساتني هون. طب لو شديته ب 101 انا هيك يعني فرضته فرض، خلاص ما راح يرجع لحاله، وصلنا لمرحلة البلاستيك. نيجي لمرحلة النقطة سي، كان الزنبرك بتحمل 100 على سبيل المثال، شديت عليه ب 101 راح ايش يصير فيه؟ راح يكسر، اللي هو الفراكشن بوينت، تمام؟ أو بإمكانك تسميها اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، أو خلينا هذا المسمى، تمام؟ شوي بالأسئلة بفرجيك المسميات الثانية، بس هو أي مسمى بهذا المعنى
انت حلك صح. النقطة دي احنا دخلنا جوه، هل عرفنا شو النقطة A، عرفنا شو النقطة B، عرفنا شو النقطة C. النقطة A اللي هو الحد اللي انا بضلني اشد المادة وترجع لحالها، إلاستيك مرنة. النقطة B الاسترس الأعلى. النقطة C المادة اللي هي بتبلش تنكسر. النقطة دي اللي هي هيها اللي هي الإلاستيك. عرفنا شو الإلاستيك والبلاستيك. الإلاستيك النقطة دي اللي هي اللينير إلاستيك، اللي هي المساحة تبعت اللينير إلاستيك. شو يعني؟ يعني أنا طول ما أنا من، يعني نفرض أنه هاي صفر للمية، من الصفر للمية المادة بشدها بترجع لحالها، اللي هي الريجون. خلينا نسميها اللينير إلاستيك ريجون، اللي هي المنطقة تبعت اللينير أو المساحة تبعت اللينير. النقطة إيه؟ شو النقطة إيه هي؟ اللي هي اليلد ريجنز. شو يعني اليلد ريجنز؟ ده فهمك. طبعا انا هون دخلت على منطقه البلاستيك. شو يعني دخلت على منطقه البلاستيك؟ يعني الزنبرك اللي كان عندي كنت اشده لهون صح، شديته كثير صار هيك طول طوله لاني خربته. اها، يعني صار عندي زنبرك رقم واحد كان جديد انا شاريه جديد، شديته وخربته، صار عندي زنبرك شكل تاني بس خرب، يعني صار عندي شكل جديد انه طول تمدد. شايفين كيف صار؟ هذا مش نفس هذا بس هو فعليا نفس الماده. هذا بنسميه هو المنطقه المنتجه اللي هي اليلدنج، اللي هي اليلدنج ريجونز، اللي هي هاي اللي هي اول ما اطبق عليه لودكس زياده ببلش يخرب، ببلش ينتج عندي ماتيريال جديده، اللي هي هاي المسافه. اوكي، النقطه اف شو هاي؟ النقطه اف ريجون اف، هاي ريجون اف. شو هاي ريجون اف؟ طبعا هاي اكثر من ريجون، ها في عندي اربع ريجون. الريجون اف شو هي؟ الريجون اف اللي هي الهاردنج سترين ريجونز. شو الهاردنج سترين ريجونز؟ اللي هو حد القساوة، حد القساوة، حد القساوة. مش فاهم، تعال افهمك شو يعني حد القساوة. حد القساوة هسه احنا هو فعليا هون صح، اللي هي من هون لهون بلشنا نطبق عليه اعلى ستريس او الستريس المسموح. ماشي، المادة يعني طبعها انها بتقاومك ماشي، بتقاومك. يعني انت كبني ادم دائما بتصارع الحياة، بتقاوم بس بعدين يعني خلص بيجيك مثلا ظرف بكسرك، يعني الحمد لله ماشي. فنفس الشيء المادة ضلك تخيلها زي هيك، انا بحاول اعطيك امثله بحيث انك تتخيل المادة راح تضلها تقاوم. هذا بنسميه حد القساوة، حد القساوة انها بتقاومك، بس بعد ما تقاومك راح تفرط، راح توصل عند النقطة C. ممتاز. النقطة G او الريجون G، شو هي الريجون G؟ اللي هي نيكنج ريجونز، اللي هي ايش معناها هاي؟ اللي هي بكل بساطه اللي هو خلاص الماده استسلمت كامل، الماده استسلمت كامل، اللي هو انهارت، يعني قاومت تكون حد القساوه بعدين انهارت فعليا هون. يعني عند النقطه سي انهارت، هي نفسها منطقه الريجون، شايف هون انهارت وخلاص الماده خربت. فهمنا شو يعني الاستيك، فهمنا شو يعني بلاستيك. تصدق وتامن بالله انه هذا اجى سؤال امتحان قبل فصلين، نفس الرسمه اجى حكى لك شو النقطه A تعني اسمها، النقطه B اسمها، النقطه C اسمها. يعني احفظ لي اياها، اطبع لي اياها بمخك وانا فهمتك كيف الماده تمشي. عرفنا شو تعريف الالاستيك، عرفنا شو تعريف البلاستيك، حكينا الماده تنقسم لقسمين، ديكتايل وبرايتال. الديكتايل اللي هي المرنه، اللي هي حكيت لك بتضلك تشدها وترجع لوضعها الطبيعي لحد ما تطبق عليها ماكس لود او ستريس، ماكس لود ماكس ستريس، الهش اللي هي زي القزاز تنكسر، ممكن تنكسر مع اي عوامل، ممكن مع الشتاء القوي، مع الهواء القوي، ماده هشه. نيجي هون في عندك خط، يعني كانها رسمتين نفس الرسمات اللي اخذناها فوق، اكزامبل يعني نظري. شو بحكي لك هون؟ واضح انه السلوب، طبعا احنا هاي اللينير اللي احنا بهمنا. طبعا اللينير ايش يعني؟ اللينير اللي هو الليمت الاستيك، معروف. يا سلام. طيب سلوب واحد اكبر من سلوب اثنين، بدنا نطلع بعلاقه هسه، فرجيك من وجهه العلاقه. سلوب واحد هنا اكبر من سلوب اثنين، واضح. بما انه سلوب واحد اكبر من سلوب اثنين، يعني مقاومه واحد اكبر من مقاومه اثنين. تحكي لي طيب انا بديش احفظ، بدي افهم. بحكي لك تعال افهمك. اذا السلوب عالي يعني هاي الليمت راح تطول اكثر لحد ما، يعني اللود راح يكون اعلى. باختصار كل ما زادت اللينياريتي كل ما زاد اللود. اها، بس بالمقابل اللي السلوب تبعه اقل، الديفورميشن اللي هو التشوه تبعه اعلى. يعني السلوب 2 اللينير تبعه اقل فبتحمل لود اقل، فالديفورميشن تبعه اعلى، بتشوه بسرعه. السلوب 1 عكسه تماما. ممتاز ممتاز، امورنا روعه. فانا من هاي العلاقه جبت لك العلاقه اللي انحكت من هون، اللي هو اصلا علاقه
علاقة عكسية بين، طبعا الإلاستيك عارفين شو هو الإلاستيك، حكينا الإلاستيك اللي هو قدرة المادة على إنها ترجع للوضع الطبيعي بعد ما تتعرض للود، تمام، بس ضمن اللود المسموح طبعا، يعني اللود كان مسموح من 0 لـ1000 عادي الإلاستيك شغال لسه، إذا تعديت الـ1000 بصير ببلاستيك. طيب ففي عندي علاقة عكسية بين الاسترس والسترين. يعني في الامتحان ممكن يجيب لك رسمة لينير زي هيك، يعني زي هيك بشكل طبيعي زي هيك، ويحكي لك find the elastic، مباشرة بتروح بتاخذ السلوب، بتاخذ السلوب، السلوب طبعا فرق الوايات على فرق السينات عادي، او بتاخذ نقطة هيك ونقطة هيك وبتطرحهم بيطلع معك هذا الجواب. طبعا هذا السؤال انا بالفاينل بحكي لكم عنه، بس بالسكند غالبا بيجيك اللي هو مسميات. تمام لهون تمام، خلينا نربط العلاقات. انا بدي اربط لك العلاقات باسلوب لطيف بحيث انك خلص اي سؤال حل انت جاهز، انت جاهز، وبعدين راح نروح مباشره على الحل. يلا نربط العلاقات. اول شيء اخذنا، عشان هيك انا قلت لك الماده التراكميه وخصوصا ماده المقاومه، شابتر 1 حللناه لحاله، شابتر 2 حللناه لحاله، شابتر 3 ربط لك اياهم كلهم مع بعض، فانا بهمني تكون فاهم، وحيجيك اسئله على شابتر 3 مليان. طبعا مش هالصعوبه، قوانين وطبق بس اعرف ايش القانون. الستريس احنا عارفينه بي اوفر اي، السترين حكيت لك الالونجيشن على الال نوت، هي نفسها اللي حفظتك اياها قبل شوي فوق بالكتاب، ممتاز. الالاستيك شو علاقته، شو قانونه اللي هو الستريس على السترين، والله ممتاز. طب ما حكيت لي شو وحده الالاستيك، الالاستيك اللي هي الالاستيك اللي هي الستريس على السترين. طب الستريس شو وحدته، يعني نحكي اللي هي الباسكال صح. طيب السترين ما له وحده، نت دايمنشن احنا حكينا صح، معناته هو باسكال نفسه اللي هي نفسها متر او نيوتن لكل متر تربيع، او نيوتن لكل مليمتر تربيع بتصير ميجا باسكال، هذا الاسهل اوكي. وحكينا للتفكير اذا كانت، او خلينا مع الاسئله بذكرك فيها مره واحده. طيب لو انا حكيت لك بدي الاسترس، فطلعت انا هيك علاقه جديده للاسترس. شو هي العلاقه الجديده للاسترس؟ الضرب التبادلي، فصارت الاسترس الالاستيك ضرب السترين. تحكي لي والله اجاني اوبشن جديد. طيب هدول لو انت رحت عملت معادله او يعني ربطتهم ببعض بطريقه او باخرى، يعني جرب فيها عادي، امسك هذا القانون بتحكي لي هذا شو قانونه اللي هو اي في سترين، السترين شو قانونه اللي هو الالونجيشن على ال نوت، بالنهايه بيطلع معك هاي العلاقه. هاي العلاقه يعني كثير راح تساعدني كثير، يا الله شو راح نحل الاسئله هسه، يعني كثير راح تشوفها. الالونجيشن اللي هو نفسه ال ناقص ال نوت، ماشي، اللي هي ال ماينس ال نوت اللي هي نفسها الدلتا يا جماعه، اللي هي بي ضرب ال على اي ضرب اي، البي اللي هي اللود، ال اللي هو الطول، الاي اللي هي الالاستيك اللي هي قدره الماده انها ترجع مرنه للوضع الطبيعي، والاي اللي هي المساحه. هذا القانون كثير راح نستخدمه. وفي عندك كمان هذا القانون، خلينا نرجع له كمان شوي، نرجع له كمان شوي. تمام هلا هيك نروح على موضوع الريشيو، البويسون ريشيو، موضوع كثير حلو، بس خلينا نروح شوف اسئله وافرجيكم. طبعا هذا كل اللي حكيته انا في الكتاب، للي بده يقرا ويرجع يشيك بيرجع له، كل اللي حكيته هون موجود هيو، بس انا عملت لك خلاصه الزبده. يعني طبعا هذا القانون اللي حكينا عنه، وهذه العلاقه بنسميها الهوكس لو، الهوكس لو. تمام اللهم صل. للتفكير السريع، للتفكير السريع، او والله انا بفضل انه نشوفها مثال وتكتب النوت على المثال احسن، لانه نفس كل هذا الحكي حكينا، هذا كله كل الحكي انا حكيت لك اياه كله. هاي حتى هاي اعلى نقطه، اعلى نقطه هاي ايش سماها، اللي هي الستريس التيميت اللي هو مسموح. فهذا خلينا نشوفه بالاكزامبل احسن، بالاكزامبل احسن. طبعا هون قاعد بشرح لك امثله وبيعطيك، وهي حكينا عن انواع الماده البرايتل والديكتايل وكل امورنا طيبه، كل امورنا طيبة. طبعا هذا التشابتر غالبا يعني حسب ما بعرف هناخده في اللاب، لاب الماتيريال، بعد ما نخلص الماتيريال في يعني من هذا او بالماتيريال بشكل عام، هذا التشابتر راح يكون اوسع، راح يكون اوسع. يلا بسم الله. اول سؤال لطيف، السؤال هذا سؤال ممكن يجيك عليه ارقام، بس غالبا هسه بفرجيك سؤال امتحان كان انه مسميات، اذكر نقطة هاي، اذكر نقطة هاي، شو تسوي يعني، بس انه بيختبرك هل انت فاهم المنحنى ولا مش فاهم. شو بحكي لك التنشن تيست، في عندك اختبار التنشن تيست اللي حكيت لك عنه برضه في السترين، ماشي، بده يختبر شيء، بيختبره عن طريق التنسايل تيست او التنشن تيست. فور استيل اللو ريزلت ان ذا ستريس سترين دايجرام، شو معطيك العلاقه بين الستريس والسترين بدايجرام، اللي هو ايش صار معاه في المختبر، رسم لك اياها واعطاك التغير ايش صار بين هاي وبين هاي. اوكي بحكي لك كالكوليت موديلس اوف الاستيك، شو يعني هاي؟ هاي اي مباشره بدون ما تفكر، موديلس اوف الاستيك اي حكيناها.
and the yield strength based on 0.2 أو 0.2%. طيب خلينا نيجي لمطلوب مطلوب. أول مطلوب اللي هو الإلاستيك، خلينا نحله بعدين نرجع نكمل قراءة السؤال عشان أنا أرتب لك أفكارك. الإلاستيك شو قانونه؟ إحنا حكينا وهو معطيك منحنى stress divided by إيش؟ strain مباشرة. أها تحكي لي طيب معيش أنا بي أوفر إيه، معيش بأريا، معيش لود، وهنا معيش طول أصلي وطول قديم. بقول لك ماشي، أنت ما معك لا تصفن وتقعد تلطم في الامتحان، عشان هيك هو معطيك المنحنى. المنحنى معطيك إياه ليش؟ عشان تستخدمه وتطلع الستريس وتطلع الاسترين. تعال أفرجيك، تعال أفرجيك وين الفكرة في الموضوع، وين الفكرة في الموضوع. حكيت لك أنا بس يجيب لك منحنى وما معك أي معطيات، شو بتروح بتسوي؟ شغلك هون في اللينير، شغلك في اللينير، إما بتروح بتأخذ السلوب أو آخر نقطة في اللينير هي بتكون الستريس، لأنه بعد هيك رح يصير يتطبق على لود أعلى ورح نصير لمنطقة إيش حكينا. ها شوف هون ستريس، وبعد هيك رح يصير إيش، رح يأخذ لود أعلى بحيث إنه إيش يوصل للستريس ألتيميت ويصير المادة حد القساوة وتقاوم وتنكسر. فهم علي؟ فأنت مباشرة الستريس آخر نقطة في اللينير وين؟ واضح إن النقطة إيه؟ بدك تأخذ السلوب، روح خذ السلوب، حط معك نفس الجواب 50. اعملها اسقاط مباشره، يعني اجت تقريبا قبل الاو بوينت او 8 بشوي، فانت بتقدر تعتبرها هاي. طبعا بالامتحان بجيب لك ارقام واضحه، بالامتحان بجيب لك ارقام واضحه جدا جدا، انا بهمني هسه تفهم الفكره. على 0.0016 حيطلع معك اللي هو السترين المودولس اوف الاستيك. تمام تمام. شو المطلوب الثاني؟ بحكي لك شو المطلوب الثاني. اند ييلد سترينث بيزد 0.2% بيرسنتايل. اوكي الييلد سترينث، السترينث اللي هو يعني نسبه نسبه نسبه، شو النسبه، شو النسبه تبعت القوه خلينا نحكي او الستريس عند الاو بوينت 2. تعال افهمك، انت بتجي عند البوينت، عند البوينت 2، البوينت 2 وينها؟ البوينت 2، البوينت 2 بدها تكون هيها، هاي البوينت 2 صح؟ ممتاز. فالبوينت 2 تطلع هيها، قديش قيمه الستريس اللي يتعرض له؟ قبل السبعين بشوي في عند 68، يعني 68، يعني ولا أسهل من هيك، ولا أسهل من هيك، يعطيك كل شيء هو. يعني بيحكي لك هاي، يعني عشان أفهمك إياها ككونسبت، يعني عند لما يكون الستريس 68 أو نسبة الستريس، الستريس اللي يتعرض لها الجسم، الجسم 68، شوف المادة شو بكون فيها، المادة شو بيصير فيها، المادة بتبلش إنه خلص شوي شوي راح تفرط، شوي شوي راح تفرط. خلصنا مرحلة الإلاستيك، بلشنا في مرحلة البلاستيك. تمام، هاي هي مرحلة الإلاستيك وهاي هي مرحلة الإلاستيك البلاستيك سوري. تمام، نفس ما حكيت لك بالضبط، يعني انت اذا فاهم معي كونسبت الرسمة رسمت لك قبل شوي انت خلص عديت. نشوف شو كمان شو بده. Identify on the graph the ultimate stress and the fracture stress. شو يعني؟ بحكي لك عرف لي على الشكل نفسه ماشي، الultimate stress وايش والfracture stress. طيب الالتيميت ستريس هو الستريس المسموح، يعني اقصى ستريس صح، اقصى ستريس، اقصى ستريس عند اعلى نقطه، عند اعلى نقطه. وين اعلى نقطه؟ هاي قديش؟ 108، 108. تمام، صراحه راح عن بالي معنى هاي، خليني اشوف لك شو معناها بشكل سريع. اللي هو الكسر، الكسر، انه متى بتكسر. احنا كتبناها هون بتكسر fractions. تمام، نفس المصطلح ما علينا. وبحكي لك قديش النسبة لما الجسم ينكسر. طب وين الجسم بينكسر؟ يفترض منك توقف لي الفيديو، توقف الفيديو وتفرجيني وين الجسم بده ينكسر عندك. تمام، احنا ايش حكينا؟ رجع لي على المنحنى اللي فرجيتك اياه. اذا انت حافظ هاي الرسمة اطبع ليها بمخك، اذا طبعتها بمخك اي سؤال راح تحل. حكينا النقطة A اللي هو الحد تبع المرونة، خلصنا. النقطة B اللي هو أقصى ستريس اللي بتحمله. النقطة C حد الكسر، حد الكسر اللي هي هون. النقطة C رجع لي على الشكل اللي احنا بنشتغل عليه، وين حد الكسر؟ هي النقطة C اللي هو قبل، يعني خلص طلع، يعني قبل ما تنهار المادة، يعني هسه هيك راح تصير تنهار، ما في راح تنهار. فالنقطة C قديش؟ يعني 90. انتهى السؤال. يعني لو جيك سؤال زي هيك ثلاث علامات انت راح تكيف دقيقة، ما بده حل، يعني من المنحنى، من
المنحنى. تمام، خلينا نشوف كمان ايش في عندنا افكار. خلينا نشوف هاي الفكره، شوف هاي الفكره، فكره يعني شوي فيها. يلا، زي الالمنيوم رود بيحكي لي في عندي سلك من الالمنيوم او مقطع من الالمنيوم حسب ما هو بالشكل، بيحكي لي هاز ا سيركولار سيكشن كروس سيكشن اند از سبجكت تو ان اكسيال لود. اكسيال لود شو حكينا؟ اللي هو على نفس المقطع، يعني اللي هو هاي اللي هي نفسها النورمال اوف 10، نفس ما هو بالشكل مباشره، 10 اضربها ب 1000 عشان تصير نيوتن، يعني 10 ضرب 10 قوه 3 نيوتن. تمام، if portion of the stress strain diagram، يعطيك برضو diagram تستفيد منه، مش معطيك يلا سواد عيونك، لازم تستخدمه. تمام التمام، determine the approximate elongation، يعني بيحكي لك تقريبا طلع لي الالونجيشن. شو الالونجيشن حكينا؟ اللي بيسميها دلتا يسميها، اللي بيسميها زي هيك يعني زي حرف الاس يسميها، اللي بيسميها ال ماينس ال نوت يسميها، كله يعني الالونجيشن اللي هو صار الاستطاله، كاني مسكت مغيطه او زنبرك وشديته، بدي احسب هاي الاستطاله. هذا ابسط مثال تفهم الالونجيشن. اوف ذا رود، يعني بيحكي لي مسكت الرود انا وطبقت عليه لود من هون ولود من هون، اكيد راح يتمدد راح يتشد، فانا بدي احسب الالونجيشن اللي صار. وبحكي لك when the load applied take E 70 اللي هو باسكال، طلع معطيك الإلاستيك. تتذكر حكيت لك إياها في أول محاضرة في الستريس، دائما بدك توحد اليونت، بدك تشتغل في البيسك يونت. يعني أنت نصيحة مني، كل ما تشوفها زي هيك اضربها بإيش حكيت لك؟ بعشرة قوة ثلاث، كيف راح تصير؟ راح تصير 70 ميجا باسكال اللي هي نفسها نيوتن لكل ملي متر مربع. امشي هذا البروسيجر ما راح يجيب لك غير هيك، فانت امشي وحد اليونت اما بالمتر اما بالمليمتر، مش تعمل لي هيك وهيك ميكس تعمل لي اياهم كوكتيل، لا اما نيوتن اما كيلو نيوتن. بدك تخليها زي هيك خليها ما عندك مشكله، بس راح يزيد عندك يعني الارقام راح تصير عندك صفار كثير، فانت لك حريه الخيار. فاحنا خلينا طبعا الكتاب مش عامل زيي، بس انا صراحه هيك متعود، بتمنى انك تتعود زيي لانه اسهل لك. 70 ضرب 10 قوة 3 ميجا باسكال، حتى هو جواب النهائي طلع بالميجا باسكال، يعني بعد ما طلع جواب محول آخر شيء، يعني هو بيعجق حاله. ما علينا، أول خطوة شو بده؟ بده الإلونجيشن. أنا يعني مش لسواد عيونك برضو ربطت لك القوانين. شوف حكيت لك بس بده الإلونجيشن، طبق لي هاي العلاقة. ليش تروح تطبق هاي لحال وهاي لحال وهاي لحال؟ علاقة واحدة BL divided by E في E A في E. طبعا الكتاب مش مستخدمها، هيني بحكي لك الكتاب بس بفرجيك كيف حال. خلينا نحل احنا على طريقتنا، بعدين بفرجيك كيف الكتاب. يلا، الالونجيشن تساوي B L على E A. تمام تمام التمام والله. يلا، طبعا اول خطوة انت احنا متعودين يعني من شابتر واحد موضوع السكشن، اوعى تنسى ليات تاخذ الجسم كله شيله بيله، لا تاخذ سكشن، هذا جسم لحال هذا جسم لحال، مش تقول ليهم شيء لبيل. احنا هذا الموضوع خلصناه، يعني احنا حنشتغل هسه على الجسم هذا. تعال الجسم هذا لما تقصه في عندك 10 هون، اكيد راح يكون في عندك 10 معاكسه هون انت مش شايفها. تذكر اكسترنال بيعطيك انترنال، بيعطيك ستريس، الستريس بيعطيك سترين. متذكر هذا الكلام قلت لك اياه بخريطه ذهنيه امورك طيبه. يلا خلينا نصغر الخط. يلا الالونجيشن يعني بدي اشتغل عليه. البي قديش؟ 10,000، 10 ضرب 10 قوة 3 والله تمام، ضرب ال قديش ال؟ واضحة يا 600 مليمتر، خلاص جاهزة 600 مليمتر. تمام، طبعا هنا نيوتن هنا مليمتر divided by الإلاستيك 70 ضرب 10. طبعا عشان هيك حكيت لك أنا هذا الشابتر بجمع لك كل الشباتر، يعني هاي هذا القوانين احنا من جبناها من وين؟ من علاقات احنا ماخدينها قبل. 70 ب 10 قوة 3 ضرب الاريا، الاريا قديش؟ معطيك هو 20، يعني هو كانه الدياميتر، هاي واضح يعني لانه حكى لك كروس سكشن اريا، فهو هاي الدياميتر. ف 20 طبعا باي في ار تربيع، 20 على 2 تربيع، تحسب هاي القيمه حيطلع معك الجواب. خلينا نشوفه تحت، لازم يطلع معك هذا الجواب او بوينت او لا، احنا لما نحط طريقه الكتاب خلينا ناخذ الجواب بعين الله. هي 10 ضرب 10 قوة 3 ضرب 600 قسمة 70 ضرب 10 قوة 3 ضرب باي في 20 قسمة 2 تربيع، هيطلع معك الجواب 0.2728. هذا هو الجواب اللي راح يطلع معك. تمام تمام
فوق اني هبدت في الآلة الحاسبة. ما علينا ما علينا، تأكد من الجواب لأن حليته أنا قبل ما بل أصور الفيديو، رجعت حليته مرة ثانية طلع معي نفس الجواب يعني. تمام، هل طلعنا الإلونجيشن لإيش؟ لأول جسم. ماشي، طلعنا الإلونجيشن لأول جسم، بدنا نجيب الإلونجيشن للجسم الثاني. تمام، طبعا أنت الإلونجيشن للجسم الثاني ما في داعي تروح تستخدم نفس المعادله وتحل. طبعا لو حليت نفس المعادله يعطيك نفس، يعطيك جواب وبعدين تجمعهم، لان عندك انت تو الونجيشن، الونجيشن 1 زائد الونجيشن 2. ليش؟ لانه انا قسمت الشكل لجسمين، تجمعهم يعطيك الجواب النهائي. بس انت الاول طبقته على المعادله، طب الثاني تعال اعلمك كيف تجيبه من، يعني انا بدي اجمع لك هذا السؤال فكرتين، اعلمك كيف تطلعه من من الرسمه اللي معطيك اياها، واعلمك كيف تطلعه بالمعادله. ماشي، هاي طلعنا من المعادله، خلينا نجيب الثاني من الايش، اللهم صل على سيدنا محمد، من الفقر اللي عندنا. تمام، طبعا هاي المعادله انا بفضل انك تستخدمها لانها خلص اسرع مباشره. طبعا اللي ما بده يستخدمها قبل ما نروح للفقر شو بيسوي؟ بيجي بيحكي كالتالي، بيجي بيحكي كالتالي، انا بدي اجيب ايش الالاستيك، شو قانونه الالاستيك اللي هو ستريس على السترين. مزبوط مزبوط، وهو اصلا بده الالونجيشن. لو خلينا هاي على طرف لحال شو راح يصير عندك الجواب؟ القانون ستريس على الإلاستيك مظبوط تساوي السترين. فبدي أروح أجيب هاي بمعادلة لحالها اللي هي بي أوفر إيه لحالها، وهاي معاي بجيب قيمة السترين. بعد ما أجيب قيمة السترين بجي بحكي السترين عبارة عن إيش؟ عبارة عن ال ماينس ال نوت على إيش؟ على ال نوت. ماشي، اللي هي نفسها السترين تساوي الإلونجيشن على ال نوت. مظبوط، وبطبق يعني عندك تستخدم ثلاث معادلات وهيك عامل الكتاب هسه بفرجيك. فاحنا لا جامعينه بمعادله واحده وبيطلع معك نفس الجواب. يلا خلينا نجرب الستريس اي بي لود على الاريا، طلع معك. انسى شوي، بدناش نروح للشكل الثاني، احنا بنشتغل بالشكل الاول. بعدين راح حسب ايش؟ الستريس، راح حسب السترين. السترين كيف حسبه؟ اللي هو الستريس على الاي، نفس ما حكيت لك طلع معك الجواب. ماشي، بعد ما طلع معك الجواب شو عمل؟ يلا بعد ما طلع معك الجواب رح يروح يعمل كالتالي، رح يجي يطبق هاي العلاقة. هاي العلاقة أنا وين المجهول عندي؟ المجهول اللي هو هيو. فبيجي بحكي السترين ضرب الال نوت، الال نوت قديش؟ 600. فبيجي بحكي السترين ضرب الال نوت، هذا الجواب مفروض هو نفسه هذا. خلينا نتأكد بشكل سريع، 0.004547 ضرب 100 نفسه، حيطلع معك 0.27282. شايفين؟ استخدمنا ثلاث معادلات عشان نطلع هذا الجواب. طب احنا طلعناه بمعادله واحده، مش اسهل عليك؟ اللي هي بي اوفر اي، بتطلع لهاي ولهاي. طب بامكانك تطبق نفس الخطوات هاي او هاي لايش؟ للجزء الثاني. بس انا ما بدي اطبق ولا هاي ولا هاي عشان للوقت، بدي اعلمك كيف تطلعها من وين، من الفيجر، من الفيجر. طبعا ارجع طبقها برا نفس الخطوات هاي عشان تدرب على القوانين، لانه هو قانون طبق، حرام نضيع وقتنا عليه. يلا شو بحكي لك؟ الاستيك الستريس على السترين. الستريس تعال نجيبه من وين؟ من نفس الرسمة. كيف نجيبه من نفس الرسمة؟ تعال أفهمك. إحنا عندنا اللي هو 400، صح؟ تمام. انتبه لي، دائما انتبه للمحاور. ستريس سترين، ستريس سترين، مظبوط. طيب سوري، الستريس بتطلعه طبيعي، أنا على إيه؟ 10 على الأريا، طبيعي هيطلع معك هالقد. عشان تطلع الستريس تعرف وين اللي أنت بهمك، طلع معك الستريس اللي هو الجزء الثاني للجزء هذا، طلع معك. بعد ما طلع معك بدك تجيب السترين. كيف بدك تجيب السترين؟ عن طريق الفيجر، هو اسهل صراحه. يعني طلع معانا 56.6 لنفرض، يعني هون امشي ضربت هون، انزل ضربت هون، هاي السترين تقريبا 0.045. هيو طلع معك 0.045. طبعا بامكانك تروح تحل معادلات نفس ما انا حليت هون او هون، يطلع معك نفس النتيجه، ثلاث طرق للحل. بس هو معطيك الفيجر عشان يعلمك. بعد ما طلعت ال السترين تروح بتطبق السترين ايكوال الالونجيشن على ايش؟ على النوت. طب هاي صارت معي اللي هي 0.04 0.045 ايكوال المجهول على ال نوت قديش؟ 400 للشكل الثاني. بطلعها بيطلع معي، بجمع هذا الرقم مع هذا الرقم، انتهى الحل. ما اظن انه صعب، حنحل امثله كمان، حنحل في امثله اضافيه. اول موضوع او اول سيكشن من شابتر انتهى. بيهمني تفهم الرسمة صح مظبوط، ماشي، بيهمني تطبق المعادلات، تفهم ترابط الأفكار هون، ترابط القوانين،
وهذا القانون انت بدك تستخدمه، تستخدمه بدك تستخدمه، انت مش مجبر عادي عندك المعادله. اصلا هذا القانون من وين جاي؟ من الثلاث معادلات هذول، براحتك علمتك كيف تحل على الثلاث معادلات هذول سيكوينشال يعني تتابع ستيب باي ستيب، علمتك كيف تحل زي تحل زي هيك، واعطيت فيجر علمتك كيف تحل. بس قبل ما نروح من السؤال اللي حليناه هسه، طب هذا الجسم تحكي لو طلع من الفيجر كيف؟ بحكي لك تعال بطلع السترين، طلع معي 31.83 نفس شابتر واحد طلع معي. باجي بحكي لك 31.83 تقريبا هون هيها، بضرب وبنزل تقول للصفر، يعني راح تكون قليله جدا اللي هي السترين. فقديش طلع معنا السترين؟ طلع قديش تبع اي بي؟ 0.00045 4 4 5 4 7، يعني قريب للصفر فاهم. بس الفيجر يعني ما راح يعطيك اياها دقيقه جدا، فراح نستخدم المعادله. بس هون واضحه عندي فما استخدمت المعادله. هذا المغزى من الكتاب اللي عمل زي هيك. طبعا هون شوف هاي سؤال الامتحان ماشي، بحكي لك define homogeneous material، يعني هون بحكي لك طلع لي الأسماء. طبعا هذا homework عليك، نفس اللي أخذناه قبل شوي، أعطيني نقطة إيش اسمها، النقطة دي شو اسمها، هاي شو اسمها، هاي شو اسمها، هاي شو اسمها. انتبه إنه الـ A للصفر هو linear، فأنت بدك تكون تمام أمورك. هاي اللي هي اللي حكينا ماشينا straight، اللي هي بتبلش اللي هي تبلش منطقة البلاستيك، اللي هي هاي المنطقة اللي هي الريجون اي اللي سميناها اليلد ريجون، اللي بتبلش تنتج مادة جديدة بنفس الماتيريال اللي عندي حكينا عنهم. يعني أموركم إن شاء الله إنها طيبة، بس هذا المطلوب منك من هذا الشابتر تفهمه وتركز لي عليه. تمام. خلينا نروح على الموضوع اللي أنا والله شخصيا يعني بكيف عليه، يعني بطيء بسيط وحلو، يعني الموضوع هذا حلو، اللي هو البويسون ريشيو. البويسون ريشيو برضه ملخص كالعادة، عشان مباشرة نروح للكتاب نحل أمثلة ونحل أمثلة إضافية. فهذا الشابتر خلص رح أنهي لك فكرة شابتر 3 وأمثلة إضافية على الشابتر اللي أخذناها ونحل الامتحان. طلعنا شابتر 6 اللي هو فيديو بسيط يعني، وأوريدي إحنا شرحناه في شابتر 7 بس بحل لكم أمثلة عليه يعني اللي بده يرجع يستزيد. طيب البويسون ريشيو، البويسون ريشيو أول ما بدي إياك تفهمها إنه دائما موجب جوابه، فاينل أنسر إله موجب. شو قانونه؟ الـ V مع شحطة زي هيك، لأنه لقدام حناخذ الـ V نفسها اللي اخذناها بالشير فبلاش تشكل ليها لود. فالفي مع شحطه زي هيك اللي هي هاي البويسون ريشيو. البويسون ريشيو في سالب اصليه في القانون، الليترن سترين على اللونج سترين. بتحكي لي طيب من وين اجى القانون؟ والله ما انا فاهم. بحكي لك تعال انا بحب افرجيك من اجى القانون، انا بهيك يعني بهيك شغله المفروض افهمك من اجى القانون. للناس اللي تحفظ روح الله ييسر امرك احفظ، بتفلل عادي طبعا مش ضروري انك تفهم، بتفلل لانه فعليا بس استخدم القانون الصح. لنفرض انا عندي هالاسطوانه ماشي، هاي مش اسطوانه على فكره، هاي عامل هالاسطوانه. لنفرض انا عندي هالاسطوانه طبقت عليها لود كومبريشن، وهسه حفرجيك ليش دائما موجب. طبقت عليها كومبريشن، لما طبقت عليها كومبريشن كيف راح تصير؟ طبعا انت امسك جنينه مي فاضيه شد عليها من الجهتين، شو راح يصير فيها؟ طبعا بعد ما تفك الغطاء عشان الهواء يطلع، ايش راح يصير فيها؟ راح تنطعش صح؟ هيك راح تصير فيها. هاي كانت ال، وكان في هنا يعني خلينا نحكي الدايميتر نوت نوت اللي هو القديم، تمام اللي هو القديم. طيب شو صار عندك بعد ما طبقت عليها كومبريشن؟ لما طبقت عليها كومبريشن ماشي، اكيد الطول ماله قل، فصارت ال واحد قليله. بس شو اللي زاد عندك؟ الدياميتر. خليني افهمك ليش. انت لما تطعج اشي هلا الطول احنا متفقين انه قل، يعني ال نوت اكبر من ال واحد، بس الدي هسه هاي يعني المفروض هاي تكون اوسع. هاي لنفرض انها كانت نص انش ماشي، انت لما ضغطت عليها يعني هاي الدائره كأنها دخلت في الدائرة اللي هون، في دائرة أنت مش شايفها جوا، فإيش بصير عندك؟ يعني دايميتر راح يكبر، دايميتر راح يعني راح يصير ضعيف فعليا، راح يصير عندك دي واحد أكبر من دي نوت. هذه كيس واحد، كيس ون. والكيس الون اللي أنا حكيت لك إياها ماشي، اللي هو إذا تعرضت لا كومبريشن، راح يقل الطول، هاي الطول راح يقل والدايميتر راح يزيد، واللونج راح يكون سالب. ليش اللونج راح يكون سالب؟ يعني هذا الحد راح يكون سالب. ليش راح يكون سالب؟ ببساطة اللونج معناها طول ماشي، الطول قل معناته نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف
بوزيتيف. عشان هيك بقول لك الريشيو لازم تكون موجب. تمام. لهون روح على الكيس الثاني. الكيس الثاني نرجع نفس الاسطوانه بس شو طبقت عليها انا؟ مش كومبريشن، تنشن. اها تنشن، يعني انا مسكتها وشديتها بقوه، شديتها يعني لهون هيك، يعني لليمين للشمال. شو صار عندي؟ اكيد طولها زاد، اكيد طولها زاد، الطول اكيد الطول زاد والديميتر راح يقل، عكس بعض، بنفس عكس هاي الطريقه تماما. ولما الطول يزيد والديميتر يقل، بما انه الديميتر يقل معناته الليترال راح يكون سالب، اللي هي تعني للديميتر وهي تعني للال. طب سالب مع سالب موجب، لهيك بدها تكون موجبه. وضحت؟ تمام. نوضح اخر شيء، باخر شيء بالقانون اللي هو الليترال سترين، اللي هو الخاص في الديميتر. حكينا شو قانونه اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عاكسينه كانه، مظبوط، احنا كانه عاكسينه. هنا المفروض لونج وهنا المفروض ليترن. تمام. الالونجيشن للليترن على ال ماشي تساوي ال ناقص ال نوت على ال. هي فعليا سترين، يعني نفس قانون السترين بس للديميتر. ماشي، نفسه هو الالونجيشن. الالونجيشن ايش هو؟ اللي هو دي، سوري انا عاكسهم، حكيت لك ناقص دي نوت وهنا ال نوت على دي وهنا ال نقص، يعني هو سترين نفسه تماما بس للدياميتر. وبدي علاقه هاي تهتم لها كويس كويس كويس. العلاقه الرئيسيه اللي احنا بنشتغل لها اللي هي السترين تساوي اي ضرب اللي هي لا انا كاتبها غلط، مش عارف شو قصه، سوري. هيك شو كانت هاي ناتجه من وين؟ اللي هي الالاستيك تساوي ايش؟ اللي هي الستريس على السترين، مظبوط. طلب الضرب تبادلي. هاي السترين هون لونج، احفظها كويس، او يعني لونج. ماشي تمام، راح تساعدنا كثير بالحل. بس ما بقول لك غير انه هيك انتهت شابتر. تعال افرجيك اسئله، افرجيك اسئله. يلا اول سؤال، شو بحكي لك هون؟ شو بحكي لك هون؟ او في سؤال شامل اكثر، انسى هذا السؤال. هذا السؤال يعني احنا بنقدر ندمج فكرته بفكرة تانية، نقدر ندمج فكرته فكرة تانية. او معلش خلينا نبلش فيه. يلا أبار في عندي بهذا الشكل، still has dimension، حط لك الدايمنشن على الشكل. if an axial force b equal 80 كيلو نيوتن. تمام اوكي، مباشرة 80 ضرب 10 قوة 3 نيوتن، ممتاز. apply the bar، مطبق على هذا البار. determine the change in the length، اها ركز لي شو حكى لك. determine the change، تغير. اها يعني البويس الرشو عبارة عن تغير، elongation change عبارة عن تغير، صح ولا لا؟ determine the change in the length، استنى شوي، change in the length، the length يعني دلتا للال، او elongation لال، او ال نوت ال ناقص ال نوت، برضو هي نفسها، هي كلهم نفس الوضع. كمان شو حكى لك؟ and the change in the dimension، يعني شو بده؟ دلتا للدي هي نفسها الالونجيشن للدي، هي نفسها دي ماينس دي نوت، نفس المبدا، نفس المصطلحات. اتس اكروس سكشن اريا، بدنا نطلع الاريا من الشكل. ذا ماتيريال بيهيفز الاستيكلي، الاستيك. تمام اوكي، نبلش. اول خطوه، اول خطوه بدي اياك تعملها، بس يقول لك تشينج، صار تغير في الطول، صار تغير في الدياميتر. ايش يخطر ببالك انت؟ ايش يخطر ببالك؟ قانون ايش؟ قانون البويسون ريشيو. يعني انت بالشابتر او بالسكشن تبع قانون البويسون ريشيو. تمام التمام، والله امورنا طيبه. طيب فاول شيء بدك تعمله شو؟ قانون البويسون ريشيو شو كان؟ قانون البويسون ريشيو اللي هو، طبعا هو مش معطينا البويسون ريشيو جاهزه هون، صح؟ لا، معناته استنى شوي. اول خطوه طلع السترين، طلع السترين. السترين شو كان؟ اللي هو 80 ب 10 قوه 3 على قديش؟ على اللهم صل على محمد، على اللي هو الكروس سكشن اريا. في عندك 50 اللي هي خلينا نحكي العرض، بالطول اللي هو 100. ماشي، ف 50 ضرب 100 هيعطيك الجواب. طبعا خلينا نشتغل احنا بالمتر نفسه عشان يطلع نفس جوابنا، عشان نقول نحسب 0.1 متر 0.05 متر، هيطلع معك هذا الجواب. تمام. طبعا احنا عارفين انه الالونجيشن له اكثر من قانون، مش بس بقدر انا احسبه من بويسون ريشيو،
قبل شوي حسبناه مش من البوستر ريشيو، ونحسب السترين. السترين كيف؟ هاي هون محلول كل شيء، نحسب السترين. كيف السترين؟ اللي هو الاسترس على الالاستيك. طبعا الالاستيك مش معطيك اياها بالسؤال، مش معطيك اياها بالسؤال، معطيك اياها هون فروم ذا تيبل. طبعا هو تيبل الالاستيك من وين بجيبها؟ من تيبل. طبعا بتكون معطى، تخافش اذا بهيك اسئله معطى، انا عشان هيك تفرجت، فهي هي معطى. بس راح طبق جاب السترين، صار معي الاسترس وصار معي السترين، صار معي الاسترس وصار معي السترين، صح ولا لا؟ تمام. تذكر لي هون شو حكيت لك، قانون الليترن اللي هو ال دي ناقص دي نوت على دي، مزبوط. خلي لي هذول العلاقات في بالك دائما، خلي لي اياهم في بالك، يعني دائما انت بدك تجمع علاقات براسك، اكتبها مع ملخص وبدك تخلي علاقات في بالك. الالونجيشن، الالونجيشن للطول، خلينا نبلش، عباره عن ايش؟ عباره عن ايش؟ عباره عن السترين في ال. من وين جبتها؟ تعال افرجيك من وين جبتها. مش السترين لللاترن قبل شوي اللي فرجتك اياهم هسه، عباره عن شو؟ عباره عن اللي هو التغير او الالونجيشن لاترن على على ال القديمه، ماشي. فاضرب تبادلي، فانا بدي هاي القيمه، فهاي القيمه عباره عن السترين في ال. طبق السترين طلع معنا هيو. طب ال القديمه قديش؟ هي 1.5. طلعنا ايش؟ طلعنا الالونجيشن. طبعا الالونجيشن هو بطول عادي، فهو استخدم ايش؟ هو مايكرو، عشان يعطيك جواب نهائي. بنفس الطريقه عشان نجيب ايش؟ الدايمتر. عشان نجيب الدايمتر، احنا شو طلعنا قبل شوي؟ بهاي الحاله بعد ما جبنا الالونجيشن، يعني ها بنستخدم قانون البويسون، جبنا الالونجيشن صح؟ شو الالونجيشن صار عندي؟ البويسون ريشيو اللي هو تبع الدايمتر اللاترن على اللونج. طب هاد جبته انا من ستيب 1، ماشي، جبته من ستيب 1، تمام. بعد ما جبته من ستيب 1 ومعاي فوق اللهم صل على محمد الدايمتر اللي هي 50، ماشي، القديمه، بنفس الطريقه اللي اخذناه هون معادلات، حطلع اللي هو السترين الجديد تبع السترين تبع الدايمتر، وبطبق الالونجيشن بجيب اللي بدي اياه. تمام تمام. حنشوف برضه كمان مثال او مثالين حتى على هذا الموضوع، بس عشان نلحق في الامتحان اللي بدنا نحله هسه قبل ما يصير الوقت، لسه ان شاء الله في مجال. تمام. هون برضه في عندي شويه علاقات لازم احنا برضه نكون عارفينها. في عندي كيف احنا كان في عندنا علاقه اللي هو الالاستيك تساوي الاسترس على السترين، بس كان في عندنا هاي العلاقه. فبنفس الطريقه عندنا كمان علاقه تجمع لي ايش؟ الشير ستريس. باجي بحكي لك الجي هسه بنحكي شو هي، عباره عن ايش؟ عباره عن الشير على اللي هي جاما، ماشي. بضرب تبادلي بوصل لهاي العلاقه. هذا الجي هو ثابت، خلينا نحكي ثابت اللي هو برضه يعني ناتج عن قانون الهوكس لو، ماشي. بس هو يعني هو كيف الالاستيك مودولس ثابت، فعندك الجي كمان هو ثابت وبنسميه ايش؟ اللي هو الشير مودولس. الالاستيك مودولس هو خاص في الاسترس، والجي هو الشير مودولس اللي هو خاص في الشير ستريس الجي، تمام. وهذا ما عليه ولا اي ابلكيشن، يعني انا خلصت الماده وخلصت ما شفت عليه ولا اي سؤال ولا عليه اي ابلكيشن، بس يعني من واجبي اني احكي لك اياه. وبرضه من عن طريق هاي العلاقات، عن طريق اشتقاق العلاقات والمنحنى، طبعا المنحنى هون ما راح يفرق معك، نفس فوق نفس المسميات، لينير هنا مسمى هنا مسمى، بس بدل ستريس راح يكون ايش؟ شير. كانت العلاقه قبل بين ستريس والى والسترين، هون بين الشير وايش؟ والجامع اللي هي الزاويه، بس نفس المسميات نفس الوضع نفس كيف كنا نطلع ارقام. فان فعد بعض الاشتقاقات الناتجه يعني انت برضو احفظها للاحتياط، برضو ما كان عليها اي ابلكيشن. الجي اللي هو حكينا المودولس للشير هو الثابت، الاي هو الالاستيك او هي علاقه بين الاي والجي، 2 في 1 زائد في، هاي الفي اللي هي البويسون ريشيو، والبويسون ريشيو شو قانونها؟ اللي هي السترين لا اللاتران اللات، خلينا نسميها السترين لللات على السترين لللونج. تمام تمام. طبعا البويسون هسه حنشوف عليه امثله لا تخافوش. هون بنفس الطريقه نشوف شو بده على المنحنى، عشان افديكم من المنحنى للشير او للستريس نفس المبدا. وصدقا هذا الموضوع احنا ما اخذناه لما انا نزلت الماده، احنا ما اخذناه، بس نفس المبدا. تعال افرجيك نفس المبدا، يعني هو التركيز او الفوكس الاكثر على وين؟ على الشير فوق.
هون شو طالبني؟ بحكي ديترمايند ذا شير مودولس. شير مودولس شو؟ الجي. ركز لي الالاستيك مودولس ايش هي؟ اللي هي الاي. ذا بروشنال ليميت. طبعا الجي احنا عارفين شو قانونها؟ القانون الاصلي، والاصلي اول شيء بتفكر فيه لو جاب لك اياه اللي هو الجي ايش؟ اللي هو هيو اللي حكيت لك هيو. الجي اللي هو تاو اللي هي شير ستريس على ايش؟ على اللي هي الزاوية اللي هي جاما. تمام. فما عليك الا تروح تعوض. في عندك الجي قديش؟ طبعا هو الجي اذا بدها تكون الجي بنفس الطريقة، احنا هون شغلنا على اللينير قبل الالاستيك، كنا على اللينير اخر نقطة، او ناخذ السلوب. بامكانك تروح تاخذ السلوب ماشي اذا كانت الارقام عندك واضحة، مش واضحة بس غالبا بجيب لك اياها واضحة اذا جاب لك هذا الحكي، انه غالبا راح يجيب لك بس اعرف لي النقاط ماشي. على اللينير اخر نقطة نهايها 52، والزاوية بده يكون بدك تطلعها بالراد نفس ما اخذنا في شابتر 2 ماشي. نفس ما اخذنا في شابتر 2 بتكون عندك شكل، بدك تستخدم القوانين عشان تطلع اللي هي الجاما، حيطلع معك الجي. بس عليك تطبيق مباشر، وبدك تشتغل على موضوع الزوايا شوي. تمام. شو كمان بده؟ البروبوشنال ليميت. البروبوشنال ليميت نفس المبدا، مش كان عندنا هناك بروبوشنال ليميت اللي هو الحد اللي قبل ما اخش على الالاستيك، الحد اللي بشتغل عليه. بنفس الطريقه هون عندي ايش؟ الاوبريشنال ليميت. وين انا بلشت ادخل على المنطقه؟ طبعا هاي المنطقه خليني امسح لك اياها. نفس المبدا، هاي المنطقه هي منطقه ايش حكينا؟ المنطقه اللي فيها الالاستيك، بشد الماده ترجع. نفس المبدا، هاي المنطقه ايش؟ بلشنا في البلاستيك. فانا وين بنتي عندي الليميت؟ فعليا بنتي عندي هون، يعني هاي هون تقريبا انتهى، برضه عند 52. الالتيميت ستريس، والالتيميت ستريس اعلى نقطه اللي بعديها الجسم راح ينهار، هايها 72 او يعني 72 73 مش فارقه. شو كمان بده؟ يعني بس نفس يعني هذا السؤال نفس اللي اخذناه هناك، بس لشيل ستريس ما راح يفرق عندك شيء، ما راح يفرق عندك شيء. اوكي خلينا نشوف هذا السؤال. هذا السؤال يعني هو بيحكي عن البويستر ريشيو، يعني هذا السؤال فيه مجموعة قوانين مرتبة. الألمنيوم، في عندي قطعة من الألمنيوم بيحكي لك الدياميتر دي نوت 25 مليمتر، ممتاز. and في عندك كمان اللينث القديم 250 مليمتر. if a force 165 كيلو نيوتن، 165 بعشرة قوة 3 نيوتن. elongates اللي هي نفسها elongation. اها ركز. شو بيحكي لك؟ elongates length 1.2. شو يعني هذا الكلام؟ يعني بتمنى هسا انه واحد منكم يكون حكى وهو بيحضر الفيديو. شو يعني هذا الكلام؟ حكى لك elongates. شو هي حكينا؟ هي نفسها elongation. شو يعني هي؟ هي نفسها هاي او الدلتا او اللي هي L نوت ماينس او L ناقص L نوت، صح؟ اللي هو التغير صح؟ الالونجيشن تغير. فحكى لك الالونجيشن لينك 1.2 مليمتر. اها معناته صارت عندك الالونجيشن لللونج 1.2 مليمتر. اعطاك اياها جاهزه، تقول ممتاز، اشوف شو بدك تطلب مني. حلو، احكي لك ذا مودولس الاستيك. ايش يعني مودولس الاستيك؟ انتبه اللي هي الاي. بده اياك تحددها، ديترماين هاي المطلوبه. also determine by how much the force cases the diameter. بده الدياميتر الجديد، الدياميتر ولانه معي دياميتر نود، يعني التغير فعليا هل هون بده التغير elongation للدي. the specimen to contract ومعطيك الثابت تبع الشير هيو، ومعطيك الستريس هيو. ممتاز. خلينا نيجي حبي، بعرف انه عندك كثير مطالب، حسيتك شوي انعزلت، معلش. نبلش باول مطلوب بده اياه، شو طالبك؟ Determine the modulus of elastic. بفكر المودس اوف الاستيك شو القوانين تبعته. لازم احكي لك اول شيء فكر في القانون الاساسي اللي هو الستريس على السترين. بتحكي لي الستريس بقدر اجيبه؟ بحكي لك والله معي فورس وبقدر اجيب الاير لانه رد، فبقدر اجيبها. فالفورس 165 بعشرة قوة 3 على الاريا اللي هي باي، طبعا هيك يمكن انت تتخربط، باي في ار تربيع في دي على 2 تربيع. طب معي دي 25، ف 20 25 على 2 تربيع هي نفسها هاي، حيعطيك هاي الجواب. طلع الستريس
بالنسبه للسترين تحكي لي كيف بدي اجيبه، تحكي لي والله ما عندي منحنى اني اجيبه على السريع بنظره واحده لاني طلعت السترين زي قبل شوي، بحكي لك طيب عادي على القانون. شو قانون السترين؟ اللي هو السترين ايكوال الونجيشن على ال. اها الونجيشن شو وضعه؟ وعشان هيك انا كتبت لك هاي الملاحظه. لونج لونج يعني احنا غالبا نشتغل في الطول في قانون اللي نشتغل عليه هون. نفس المبدا ال ماينس ال نوت على ال. يلا الونجيشن في داعي اروح اعوض هون؟ بيعطيك اجازه 1.2. احكي لك صار التغير في الطول 1.2 على الطول الاصلي. الطول الاصلي قديش كان؟ 250. بيعطيك الجواب هيو. صار معك الستريس، صار معك السترين، عوض على العلاقه. هاي اول مطلوب تم. ما اظن انه صعب، بس علاقه قوانين بدك تحله، بس تحفظهم وتطلع لي اياهم مخك. شو بده هسه السؤال الفرع الثاني؟ بده الدياميتر. شو يعني الدياميتر؟ يعني بده الالونجيشن. الالونجيشن لدي. هنا انت اكيد بدك تستخدم علاقه شو؟ البويسون ريشيو. ولا تنسى يعني انت، انا بدي اعرف في الحاله انك انت مش يعني مخربط. البويسون ريشيو شو قانونه؟ عشان افرجيك انت، بدي افرجيك لما تخربط شو تسوي. البويسون ريشيو شو قانونه؟ حكينا السترين لا الدي اللي هي نفسها اللات على السترين لللونج اللي هي نفسها الال، صح؟ طب هاي تحكي لي والله بقدر اجيبها انا لانه معي ايش؟ اللي هي عباره عن ايش؟ هي فعليا انا جبتها هي قبل شوي، هيها بقدر اجيبها. ماشي؟ اللي هي عباره عن ايش حكينا؟ اللي هي ال ماينس ال نوت على اللي هي ال اللي هي نفسها هاي اللي هي الالنجيشن للال. فعليا معي جبناها قبل شوي عشان نطلع الالاستيك. طب تحكي لي هاي عبارة عن ايش؟ بتحكي لي عبارة عن دي 1 ماينس دي نوت على دي نوت. بتحكي لي الدي نوت والله معاي، الدي 1 هي المجهولة. طب تحكي لي هيك صار عندي معادلة في مجهولين، الفي مجهولة والدي مجهولة، يعني هذا القانون مش عملي، ما راح يزبط معاي بهذا السؤال. بحكي لك ممتاز، يعني تفكيرك رائع، يعني بهذا التفكير انا فكرت لك اياها هسه بالقانون اللي علمتك كيف. نص دقيقة. بتحكي لي طيب تعال نشوف معطيات شو ضل عندنا، معطيات شو معطيني؟ معطيني الثابت الجي. طب الثابت الجي شو في علاقة بتربط لي اياه مع الفي اللي اخذناها هسا؟ هيا بتربط لي الاي مع الفي، مزبوط؟ فباجي بحكي لك في علاقة بتربط لي اياهم، معناته الجي اللي هي معاي اصلا، الاي اللي انا طلعتها اللي هي 70 جيجا باسكال، 70 خلينا نحولها للميجا احسن، ضرب 10 قوة 3 ميجا باسكال. حكيت لك بس تكون زي هيك بتضربها 10 قوة 3 تصير ميجا باسكال، بتكاش خليها زي هيك براحتك بس اسهل. على 2 في 1 زائد البويسون ريشيو، بعوض في هاي العلاقة راح يعطيك البويسون ريشيو اللي هو 0.347. طبعا راح يطلع معك رقم مختلف لو ضربته ب 10 قوة 3 حولتها. ماشي؟ احنا خلص خلينا نشتغل زي الكتاب. بس على الحالتين حلك صح، انت بتلعب في الوحدات عادي بما انه حلك كتابة امورك روعة. طلعنا البويسون ريشيو، برجع للتفكير اللي فكرت فيه قبل شوي. هسه البويسون ريشيو بزبط، صار عندي معادلة في مجهول. فالبويسون ريشيو 0.347 عبارة عن ماينس أصلية في القانون نسيناها قبل شوي، الستريس للدياميتر اللي هو نفسه اللات على الستريس لللونج اللي هو نفسه الال. هاي معاي اللي جبتها قبل شوي، اللي جبتها قبل شوي هي هيها. ماشي؟ فباجي بحكي لك 0.347 equal minus المجهول اللي عندي هون السترين على 0.00480، هيطلع معك اللات هالقد، هيطلع معك بالسالب. ليش هيطلع معك بالسالب؟ تعال افرجيك الكونسبت اللي فهمتك اياه. تعرض طبعا هو هون اجباري رح يطلع معك بالسالب من القانون، يعني اجباري بس عشان افهمك الكونسبت. تعرض لتنشن ولا كومبريشن؟ تعرض لتنشن. بما انه تعرض لتنشن الطول زاد والدايميتر ماله قل، فصار عندك ايش؟ هبوط فسالب. هسه هاي صارت معك القيمه اللي هي هيها، باجي بحكي لك طبعا هسه عوض قيم مطلقه لانه الطول مستحيل يكون سالب، لانه هسه سالب مع سالب بتروح اصلا، لانه هاي سالب والقانون فيه، يعني هاي سالب قيمتها والقانون فيه سالب، فالبويسون موجب عشان احكي لك دائما موجبه. فباجي بحكي لك 0.00166 equal شو تساوي؟ دي الجديده ماينس دي القديمه على دي القديمه. دي القديمه معك، دي القديمه معك اللي هي قديش؟ هي 25. دي هاي مجهوله بتروح بتعوض، حيطلع معك جواب. ماشي؟ او طبعا هيك احنا بنطلع دي الجديده بس هو ما بده دي الجديده، هذا يعني نعتبره اضافي، هو ما بده دي الجديده، هو بده الالونجيشن، يعني شو التغير اللي صار. باجي بحكي لك 0.00166 equal الالونجيشن
الالونجيشن على الالونجيشن للدي على الدي نوت. مش الالونجيشن للدي هي نفسها هاي، بامكانك تروح تطلع له الدي الجديده اللي طلبها اذا طلبها، او بتطلع له التغير اللي صار. طبعا هو مطلع التغير، انا هون طلعت لك الدي الجديده بس طلعت لك التغير. طبعا بامكانك بعد ما تطلع دي الجديده تروح تطرحها من دي القديمه بيطلع معك نفس الجواب. وهيك انتهى الشابتر عندنا، بس انا ما راح انهي لهون، ما راح انهي لهون، راح نحل بعض الامثله كمان ان شاء الله هسه. يلا بسم الله. امثله يعني، او خلينا نفصل الفيديو، راح افصل الفيديو احل فيه امثله منه بدمجه مع شابتر 6. وهيك ان شاء الله بتكون اموركم طيبه. امثله على يعني خلينا نحكي 3 شباتر مع الامتحان، فيديو منفصل مع شابتر 6 ان شاء الله تعالى. الله يستر اموركم ويفتح عليكم دعواتكم. السلام عليكم. اي شيء ان شاء الله تقدروا تبعتوا لي ان شاء الله، انه ما بقصر مع حدا. السلام عليكم.